مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين. في البداية طبعا حلقة جديدة من طوكيو 2020، ولكن في البداية حابب أهنيكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير، كل عام ومصر وشعبها بخير، وإن شاء الله كل عام أيضا ورياضيين اللي بيستعدوا لخوض هذه المنافسات وحاليا موجودين في طوكيو وفي اليابان بخير إن شاء الله. إن شاء الله تكون سنة خير علينا، وهذا العيد إن شاء الله يكون خير علينا، وربنا يجعل كل أيامنا إن شاء الله عيد. زي ما عودناكم في طوكيو 2020 هنكون معاكم دايما عشان نتابع هذا الحدث الرياضي الضخم، الأولمبياد اللي بتيجي كل 4 سنوات. الحقيقة حابين من خلال هذا البرنامج نحط حضراتكم في الصورة، نقرب حضراتكم من الحدث دايما. كل يوم عندنا كل ما هو جديد بخصوص بعثتنا المصرية أو البعثات العربية أو العالمية أو حتى استعدادات اليابان لاستضافة هذه الدورة الأولمبية. أقل من 48 ساعة بيفصلونا عن أولى مشاركات بعثتنا المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، هذا الحدث الرياضي اللي استمر تأجيله إلى مدة دامت إلى عام، وطبعا كنا في انتظار هذه المشاركات منذ آخر مشاركات لبعثتنا المصرية في ريو دي جانيرو عام 2016. أولى مشاركاتنا إن شاء الله هتكون من خلال اللقاء اللي هيجمع منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الإسباني لكرة القدم. كلنا بإذن الله منتظرين متابعة نجومنا ولاعبتنا، خصوصا عندنا لعيبة بالحقيقة أسماء جيدة جدا في بطولة الدوري المصري الممتاز. عندنا أداء مشرف كان في لاعبتنا اللي ظهروا به خلال بطولة إفريقيا اللي كانت في مصر هذا مطلع العام الماضي، كانت طبعا هذه البطولة وسط جماهيرنا، والحمد لله توج فيها منتخبنا ببطولة إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عام. لما نيجي نتكلم عن المنتخب الأولمبي وطموحاته في هذه البطولة، في البداية حابين ان دايما البداية تكون موفقة. ضربة البداية شيء هام جدا لكل مدير فني ولكل اللاعبين، ضربة البداية اللي بتدي الثقة للاعبين. بنتمنى ان شاء الله ان منتخبنا يحقق نتيجة ايجابية سواء بالتعادل امام المنتخب الاسباني، واكيد عندنا امال كبيرة جدا بحصد ال3 نقاط اللي هتكون استمرار ودافع كبير جدا لاستكمال المباريات ودافع لباقي البعثة المصرية. منتخبنا الوطني الأولمبي كان أنهى استعداداته قبل النهائية النهاردة لأول ماتش مع إسبانيا اللي هيكون في تمام الساعة 12:30 إن شاء الله ظهر الخميس. الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب كان انتهى بشكل كبير جدا من الخطة وطريقة اللعب اللي هيبتدي بيها هذا اللقاء الأول أمام إسبانيا، واللي هيكون زي ما قلت في البداية شرارة البداية للبعثة
المصرية. مستنيين ان احنا نشوف نجوم كتيرة جدا وتألقهم، ومستنيين ان شاء الله هذه الدورة الأولمبية تكون فرصة لتواجد اكبر عدد بعد كده من اللاعبين في افضل الأندية العالمية. لو هنتكلم على قوام المنتخب المصري او القائمة اللي اعلنها الكابتن شوقي غريب، الحقيقة موجود فيها لاعبين اكتسبوا الخبرات مع أنديتهم. عندنا لعيبة كتيرة جدا موجودة زي هداف الدوري المصري احمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي والمعار لنادي سيراميكا كليوباترا. عندنا نجوم تانيين زي رمضان صبحي وناصر منسي وصلاح محسن في خط الهجوم. عندنا ايضا اسماء واعده في مركز 6 او 8 لاعبي الوسط المدافع زي اكرم توفيق اللاعب الجوكر اللي بيجيد استغلاله المديرين الفنيين في اكثر من مركز، وايضا امام عاشور واحد من النجوم الواعدين. والحقيقه عندنا نجوم كتيره جدا، حتى عندنا اطراف عصريه زي احمد ابو الفتوح الباك ليفت. عندنا ايضا كريم العراقي لاعب النادي المصري الباك رايت المتميز. عندنا مراكز كتيره جدا، حتى الثلاث لاعبين اللي الكابتن شوقي غريب استدعاهم فوق السن زي محمد الشناوي او حجازي او الونش، كلهم ان شاء الله لاعبين عندهم خبرات كبيره جدا. بنتمنى ان شاء الله ان الكابتن شوقي غريب يستغل هؤلاء اللاعبين، خصوصا لو هنتكلم على الكابتن شوقي غريب تحديدا عنده خبرات كبيره جدا. سبق ليه قبل كده تحقيق برونزيه كاس العالم للشباب اللي كانت اقيمت في الارجنتين عام 2001 رغم الخساره الكبيره اللي تعرض لها في بادئ الامر امام المنتخب الارجنتيني. ايضا عنده خبرات كتيره جدا في البطولات المجمعه، وده كان خلال الفتره الذهبيه وفتره تواجده مع الجهاز الفني للكابتن حسن شحاته اللي قدروا مع بعض ان هم يحققوا الانجاز التاريخي للكره المصريه بالفوز بثلاث بطولات لامم افريقيا متتاليه 2006 و2008 و2010. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاولمبي لكره القدم، وكل التوفيق لبعثتنا المصريه اللي ان شاء الله حابين ان هم يتابعوا ايضا هذا اللقاء ويستفادوا بهذه التجربه، وان شاء الله يكون الفوز من نصيبنا في هذه المباراه ويكون دافع ايجابي ومعنوي كبير جدا لكل اللاعبين في هذه الدوره الاولمبيه. كمان عندنا منتخب اخر جماعي وهو منتخب الهاندبول او كره اليد اللي موجود ايضا في طوكيو. ولما نتكلم على الهاندبول هنلاقي ان الهاندبول شرفتنا بشكل كبير جدا في الفتره الماضيه، تحديدا في كل البطولات اللي خدوها سواء في بطولات الشباب او بطولات الناشئين. قدرنا نحقق برونزيه، قدرنا نحقق ذهبيه، قدرنا نحصل على البطوله القاريه، حتى في البطوله الاخيره اللي كانت في مصر قدرنا ان احنا نحقق مركز السابع على مستوى العالم واحرجنا بطل العالم. وكنا قادرين ان احنا لولا غياب الجماهير كنا قادرين ان احنا نوصل للمباراه النهائيه. ان شاء الله كره اليد هيلعب اول مباراه ليه يوم السبت 24 يوليو مع البرتغال، وده هيكون في تمام الساعه 12 ونصف ظهرا، وهيلعب تاني مباراه ليه يوم الاثنين 26 يوليو مع الدنمارك في تمام الساعه 7 وربع صباحا. يوم الاربعاء 28 يوليو ان شاء الله ميعادنا مع مباراه مع فريق صاحب الارض المنتخب الياباني، وده هيكون في تمام الساعه 7 والربع صباحا. يوم الجمعه باذن الله يوم 30 يوليو هيكون مباراه مع السويد، وده هيكون في تمام الساعه 9 والربع صباحا. واخر ماتش ان شاء الله في دور المجموعات يوم الاحد الموافق 1 اغسطس مع المنتخب البحريني، ودي هتكون في تمام الساعه 4 فجرا. حابين حضراتكم اكيد تتواجدوا معانا خلف الشاشات تتابعوا هذه المباراه رغم فروق التوقيت، ولكن حابين ان احنا نتفاعل مع اللاعبين حتى لو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لان ثقوا تماما اللاعبين مركزين، اللاعبين منتظرين كل الدعم من الشارع المصري. منتخب اليد زي ما قلت لحضراتكم منتخب مشرف بمعنى الكلمه، عندنا لاعبين اكفاء في كل المراكز، لاعبين محترفين، لاعبين قادرين، حتى اللاعبين اللي بالمناسبه اللي ما استدعوش وما كانوش في القائمه اللي اختارها المدير الفني لاعبين مميزين بشكل كبير جدا. بنتمنى ان شاء الله ليهم كل التوفيق في كل البطولات القارية والعالمية، وبإذن الله من طريق المنتخب الوطني لكرة اليد أو كرة القدم قادرين إن احنا نحقق أول ميدالية أولمبية في الألعاب الجماعية تضاف لتاريخنا الكبير اللي مليان إنجازات كبيرة جدا في كل الألعاب الفردية. We'll be right back.
لو هنبدأ نعرف حضراتكم أيضا بباقي الألعاب، اتكلمنا عن الألعاب الجماعية سواء كرة القدم أو كرة اليد، نبدأ الحديث عن اللعبات الفردية. عندنا أول لعبة معانا بعثة القوس والسهم، واللي هتشارك إن شاء الله بلاعب ولاعبة، ودول موجودين في هذه اللعبة، وهم الحقيقة الاثنين على أعلى مستوى، وإن شاء الله واثقين إن هم يقدروا يفرحونا. اللاعبين كانوا وصلوا لطوكيو يوم السبت اللي فات وبيتمرنوا بشكل طبيعي استعدادا لهذه المنافسات اللي هتبدأ إن شاء الله يوم 23، ودي الأدوار التمهيدية. كل لاعب ان شاء الله هيشارك قادر ان هو يكون عنده الطموح ان هو يحقق لمصر ان شاء الله ميداليه اولمبيه. عايزين العزيمه تكون عند اللاعبين بشكل كبير جدا ان هم يرفعوا علم مصر في هذه المنافسات. القوس والسهم عندنا زي ما قلت لحضراتكم أمل إسماعيل ويوسف طلبة، بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، ويقدروا إن لم يستطيعوا تحقيق ميدالية فقادرين إن شاء الله إن هم يحققوا لمصر مركز متقدم. من القوس والسهم نتكلم على الجمباز المصري. الفترة اللي فاتت شفنا مستوى جيد للجمباز بشكل عام، شفنا أيضا تنظيم جيد لبطولة العالم للجمباز اللي أبهرت العالم كله، والحقيقة شفنا مستويات عالية جدا للاعبتنا، والبعثة بتضم أسماء عديدة أيضا قادرة على إنها تحقق إنجاز، ولو ما حققتش هذا الإنجاز قادرة إن شاء الله إنها تحقق مستوى طيب في هذه الدورة الأولمبية. زي ما حضراتكم عارفين ان الجمباز في عدد من المنافسات المختلفة سواء الترامبولين او الجمباز الايقاعي او الجمباز الفني، وطبعا بنتمنى لكل لاعبتنا اللي بيشاركوا في الجمباز في اي منافسة من هذه المنافسات ان شاء الله يتفوقوا ويقدروا ان يحصدوا لمصر ايضا ميداليات. دي تمنياتنا هنا كاعلاميين وهنا من خلال القناة، ولكن زي ما قلت لحضراتكم كل لاعب يكون عنده الطموح، وان شاء الله اللاعبين قادرين في النهاية ان هم يشرفوا مصر ويمثلوها خير تمثيل. ننتقل للحديث عن تنس الطاولة، ايضا هنلاقي اسماء ليها ثقل في تنس الطاولة، أسماء لو هنتكلم عليها نتكلم إنها تدينا أيضا الحلم إن هذه اللعبة بالذات رغم صعوبة المنافسة، الصين متميزة بشكل كبير جدا، ولكن عندنا ما فيش مستحيل، خصوصا إن في دول بعينها بنلاقيها دايما مسيطرة على هذه اللعبة ودايما مسيطرة على الميداليات اللي بتكون فيها زي الصين واليابان. دول آسيا تحديدا متميزة بشكل كبير جدا، عندهم تكنيك مختلف، عندهم أسلوب مختلف بيقفوا بالطاولة، وحتى البوينت بتستمر الوقت طويل جدا في المباريات اللي بيكون فيها لاعب من آسيا، صعب جدا ان انت تاخد منه البوينت، ولكن رغم سيطرة هذه الدول على تنس الطاولة ولكن أبطالنا إن شاء الله يحاولوا يفرحونا. زي ما اتكلمنا على تنس الطاولة وسيطرة بعض الدول عليه زي الدول الآسيوية الصين واليابان، عندنا أيضا التنس الأرضي. الحقيقة الفترة الماضية شهدت تألق كبير جدا من لاعبتنا، شفنا تألق للاعبين بدأوا يظهروا في المحافل الدولية، عندنا ميار شريف، محمد صفوت، بدأوا يبقى ليهم أسماء، وإن شاء الله من خلال ميار شريف ومحمد صفوت هذه اللعبة تبدأ إنها تكتسب شعبية في مصر ويبدأ يكون ليها باع في مصر، زي ما احنا متفوقين في السكواش ومسيطرين عليه بشكل كبير جدا في الكرة
كل البطولات العالمية. نبدأ أيضا من خلال اللاعبين اللي أنا قلتهم، نبدأ نسيطر على لعبة التنس الأرضي ويكون عندنا تمثيل. ويكفي أن التنس الأرضي أن دي أول مشاركة لي في الأولمبيكس، بنتمنى إن شاء الله ليهم خير تمثيل رغم صعوبة المنافسة العالمية، ولكن بنتمنى ليهم إن شاء الله يمثلوا مصر ويحملوا اسم مصر في هذه الدورة الأولمبية بشكل جيد. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ده كان حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونتكلم دلوقتي عن لعبة الفروسية أو رياضة النبلاء كما بيطلق عليها. والحقيقة رياضة الفروسية معروف أنها من الرياضات اللي دايما بتجتذب شريحة معينة من المجتمع، رياضة النبلاء بالفعل. والحقيقة منتخبنا الوطني بيشارك بخمس فرسان على أعلى مستوى، بنتمنى ليهم إن شاء الله كل التوفيق في المنافسات، خصوصا أن دي هي المرة الأولى لنا اللي نتأهل بالعدد ده في الأولمبياد، وده كان من خلال الفروسية. الحقيقة في لاعبين عاملين أرقام كويسة جدا في بطولات العالم الأخيرة اللي شاركوا فيها، ورغم صعوبة المنافسة أيضا في لعبة الفروسية، لكن احنا عارفين أن في عوامل كتيرة جدا بتتحكم في الفوز بالميدالية، ولكن في النهاية بنتمنى أيضا التوفيق لمنتخبنا منتخب الفروسية. لسه مكملين حديثنا عن البعثة المصرية واللعبات اللي بتشارك في هذه الدورة الأولمبية طوكيو 2020، ودلوقتي جه موعدنا والحديث عن لعبة الكانوي والكياك. يمكن الاسم غريب على بعض المشاهدين، ولكن بالفعل هذه أحد اللعبات اللي بيشارك فيها البعثة المصرية. الحقيقة بنشارك باثنين لعيبة فقط، ولكن بنستعد خلال الساعات المقبلة إن شاء الله إن احنا ننافس بشكل جيد أيضا في هذه اللعبة. كل التوفيق لأبطالنا اللي بيمثلوا مصر في هذه اللعبة. أيضا الحديث عن لعبة أخرى موجودة معنا في البعثة المصرية وهي رياضة التجديف. هنلاقي أن عندنا لاعب واحد فقط استطاع التأهل وتمثيل مصر في أولمبياد طوكيو 2020، والحقيقة بنتمنى له كل التوفيق أيضا في هذه الأولمبياد ويستطيع أيضا المنافسة بشكل جيد فيها. نبدا الكلام عن الالعاب اللي فيها نزال او الالعاب النزاليه اللي دايما بيكون فيها قوه كبيره جدا. والحقيقه منتخبنا في رياضه الجودو كان وصل لطوكيو استعدادا لايضا هذه الاولمبياد، وبيعتبر من اكثر الرياضات اللي عندنا طمع في الحصول على ميداليه، خصوصا ان منتخبنا بيضم ثلاث لاعبين من اصل اربع لاعبين افارقه فقط بيمثلوا القاره الافريقيه مشاركين في هذه اللعبه، نتمنى لهم ايضا كل التوفيق.
رياضة المصارعة واحدة أيضا من الرياضات اللي معروف أن مصر دايما بتتألق فيها في كل الأولمبياد. عندنا أسماء كبيرة جدا في منافسات الرجال وأيضا منافسات السيدات، عشان كده أيضا الفترة اللي فاتت شفنا معسكرات كتيرة جدا، شفنا تفوق للاعبتنا داخل القارة الإفريقية وحتى في البطولات العالمية. نتمنى أيضا للاعبينا كل التوفيق في هذه اللعبة اللي عندنا أيضا أمال كبيرة جدا فيها في حصد ميدالية أولمبية بإذن الله. الملاكمة أيضا من الرياضات اللي مصر متفوقة فيها إفريقيا وعربيا بشكل كبير جدا، وكمان فيهم لاعب شارك قبل كده في الأولمبيكس لكن محققش ميدالية. بنأمل إن شاء الله إن هذه المرة يقدر إن هو يوفق في الحصول على ميدالية، وبنأمل إن شاء الله إن إحنا زي ما إحنا متفوقين على مجال القارة الإفريقية وزي ما إحنا أيضا متفوقين في الوطن العربي، بنأمل إن شاء الله إن إحنا نتفوق في الأولمبيكس ونرجع بميدالية إن شاء الله من هذه الأولمبياد، أولمبياد طوكيو 2020. ايضا رياضه السلاح اللي نجح لها قبل كده في الفوز بميداليه اولمبيه في 2012 عن طريق واحد من ابطالنا علاء ابو القاسم صاحب الميداليه الاولمبيه في اولمبياد لندن 2012. هذه الميداليه الفضيه اللي كانت ادتنا امال كبيره جدا باستمرار علاء ابو القاسم في تفوقه، وبالمناسبه علاء ابو القاسم تم اختياره لحمل علم مصر في الافتتاح، وده شرف كبير جدا لاي لاعب ان هو يحمل العلم المصري. الكاراتيه هو أول ظهور للكاراتيه في البعثات المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وهو آخر ظهور أيضا لنا في الأولمبيكس بشكل عام. طبعا الكاراتيه يعني احنا لما بتيجي سيرته بنتمنى ان احنا نحقق فيه ميداليه، لكن هذه المره لن تكون الاولى والاخيره، عشان كده كلنا عارفين ان الكاراتيه في اول مره يدخل الالعاب الاولمبيه وهيكون برضو اخر مره بيدخل في الالعاب الاولمبيه، وبنتمنى ان شاء الله من خلال هذه المشاركه ان يكتب لهم النجاح، وان شاء الله قادرين ايضا ان هم يحققوا لنا ميداليه اولمبيه ستظل موجوده في التاريخ لفترات طويله. We'll be right back.
ايضا لعبه من اللعبات المهمه جدا، وهي لعبه العاب القوى. زي ما حضراتكم عارفين العاب القوى فيها العديد والعديد من الالعاب، زي القوس والرمح، العاب الرمي بشكل عام، الجله، العاب العدو سواء ال 100 متر او 400 متر، الحواجز، الوزب. حتى الوزب فيه العديد والعديد من الانواع المختلفه، زي الوزب الثلاثي والوزب الطويل والوزب العالي والزانه. الحقيقه مصر بتمثل هذه الدوره الاولمبيه بعدد من اللاعبين الجيدين واللي سافروا وراحوا طوكيو عشان يقدروا يحققوا منافسة جيدة. بنتمنى لهم أيضا كل التوفيق، وإن شاء الله ألعاب القوى تقدر تحصد لمصر على ميدالية أولمبية. وعلى ذكر ألعاب القوى، فأكيد كلنا أمال كبيرة جدا أن إيهاب عبد الرحمن لاعبنا المميز في لعبة رمي الرمح إن شاء الله يوفق. يمكن إيهاب كان بعيد شوية بسبب عملية الإيقاف اللي كان تعرض ليها، ولكن بعد عودته للمشاركة بشكل طبيعي بنتمنى له إن شاء الله التوفيق من الله، وأن هو يكون قادر إن شاء الله على حصد ميدالية أولمبية في هذه الأولمبيات، أولمبيات 2020 المقامة في طوكيو. ونبدأ الحديث عن بعثتنا المصرية، والحقيقة هبدأ كلامي عن بعثة الشراع اللي بدأت استعداداتها القوية اليوم، استعدادات لمنافستها اللي قربت خلاص في هذه الدورة الأولمبية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان بعثة الشراع كانت وصلت طوكيو بعد رحلة طويلة استمرت ل 36 ساعة. بيمثل مصر فيها الأولمبياد هذه المرة لأول مرة لاعب ولاعبة هما علي بدوي وخلود منسي، والاثنين كانوا تأهلوا في طراز الليزر، ومعاهم أيضا اثنين مدربين هيكونوا موجودين معاهم، الكابتن عصام علوي والكابتن أحمد رجب. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الشراع المصري من الالعاب اللي يعني بدات انها تكتسب شعبيه في الفتره الاخيره، بنتمنى ليهم ان شاء الله كل التوفيق رغم المنافسه الصعوبه فيها، المنافسه العالميه، وطبعا وجودهم في الاولمبيكس بتكون المنافسه اقوى واقوى، لكن عندنا امال ان شاء الله لكل لاعب زي ما قلنا ان يكون قادر ان شاء الله اول حاجه على التمثيل المشرف، وقبلها اكيد كان عندنا حلم المشاركه في الاولمبيات، ولكن مع وجود الاولمبيات وكل يوم بنشوف الاجواء والمنافسات أكيد بيبقى عندنا طبيعة الأمر تشجيع اللي مننا، يعني لما نشوف لاعب مصري بيكون عندنا أمال كبيرة جدا إن احنا نشجع هذا اللاعب طول ما هو حاطط اللوجو أو الشعار بتاع البعثة المصرية على صدره. فأكيد أول ما بنسمع اسمه لازم بكل طبعا يعني حفاوة إن احنا يعني نشجع هذا اللاعب، نتمنى له كل التوفيق. فإن شاء الله كل التوفيق للبعثة المصرية المشاركة في هذه الأولمبياد. نكمل كلامنا والخبر القادم عن لعبة الريشة الطايرة، هنلاقي أيضا في ثلاثة لاعبين مصنفين موجودين في هذه اللعبة. طبعا ثلاثة لاعبين مصنفين إفريقيا وكانوا استحقوا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بنتمنى ليهم كل التوفيق. لسه مكملين مع البعثة المصرية والألعاب اللي هتشارك في هذه الدورة الأولمبية، وهنلاقي أيضا عندنا مضمار الدرجات، هتكون لاعبتنا ابتسام زايد وهي ممثلة مصر الوحيدة في هذه الدورة الأولمبية، بنتمنى ليها إن شاء الله كل التوفيق في هذه الدورة الأولمبية وتقدر إنها تحصد لمصر ميدالية بإذن الله. We'll be right back.
من الرياضه الدرجات هنروح لرياضه اخرى وهي رياضه الرمايه. داخل ميادين الرمايه هنلاقي ايضا لاعبين بيحاولوا ان هم يفرحوا مصر، بيحاولوا ان هم يمثلونا خير تمثيل. تعالوا نعرف حضراتكم اكتر عن هؤلاء اللاعبين ونتمنى لهم ايضا كل التوفيق. نروح ايضا للعبه اخرى موجوده معانا في البعثه المصريه وهي رياضه الترايسلون اللي برضو موجود فيها لاعبه واحده فقط من مصر، في ظل طبعا عدم مشاركه العديد والعديد ويمكن ما فيش تعريف كبير برياضه الترايسلون، ورغم ان هي منافساتها صعبه جدا الا ان هذه اللاعبه استطاعت انها تمثل مصر في هذه الاولمبياد. ايضا بنتمنى لها كل التوفيق في دوره طوكيو 2020. ومن رياضة الثلاثي أو الترايسلون زي ما حضراتكم شفتوا في الشاشة في الفترة الماضية نروح لرياضة أخرى وهي رياضة التايكوندو. الحقيقة رياضة التايكوندو في مصر رياضة موجود فيها تفوق كبير جدا في مستوى العالم أو الدورات الأولمبية أو حتى مستوى القارة الإفريقية. قائمتنا عندنا فيها لاعبين جيدين ويكفي أن نقول أن القائمة بتتزين بوجود هداية ملاك صاحبة برونزية ريو دي جانيرو اللي كانت في الدورة الأولمبية الماضية عام 2016. طبعا هداية ملاك تم اختيارها لحمل العلم المصري في الافتتاح بالمشاركة مع علاء أبو القاسم بطل السلاح. أربع لاعبين من منتخبنا الوطني الحقيقة كلهم لاعبين كبار وعاملين نتائج هايلة، بنتمنى لهم أيضا كل التوفيق ويستمروا في حصد الميداليات الأولمبية. رياضة السباحة ومنتخب مصر للسباحة اللي وصل طوكيو منذ أيام وبدأ الاستعدادات بدري كده زي ما احنا بنقول، استعداداتهم كانت قوية وحقيقة قرروا ان هم يسافروا مبكرا إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وحتى كان في استعدادات قبل السفر، استعدادات خاصة خصوصا أن المنتخب بيحاول دلوقتي ان هو يتميز في لعبة السباحة ويبدأ ان هو يدخل المضمار العالمي. الحقيقة عندنا توقعات للاعبين جيدين سواء في الذكور أو الإناث، بنتمنى لهم أيضا كل التوفيق. أيضا في السباحة التوقيعية بنتمنى لهم كل التوفيق، ورياضة الغطس أيضا اللي موجودة ضمن الاتحاد المصري للسباحة، ومن هنا من هذا البرنامج بنتمنى لهم أيضا كل التوفيق.
الخماسي الحديث الأمل أيضا بيزيد كل يوم، خصوصا بعد فوز مصر بميدالية ذهبية في بطولة العالم الأخيرة للناشئين، وده كان في بطولة الفردي بعد مواصلة نجمنا أحمد الجندي اللي كان برضه فاز بذهبية أخرى في بطولة العالم للكبار. كل التوفيق أيضا ليهم، وإن شاء الله قادرين إن احنا نمثل مصر أيضا جيدا في هذه اللعبة. اتكلمنا عن كل الرياضات اللي هتشارك في هذه الدورة الأولمبية طوكيو 2020، بنتمنى لهم كل التوفيق، وبنتمنى أيضا التوفيق للعبة الشراع. الحقيقة لعبة من اللعبات اللي فيها صعوبة كبيرة جدا، والحقيقة الفريق كان سافر إلى طوكيو بعد رحلة شاقة استمرت ل 36 ساعة، مسافة سفر طويلة، قبلها كان في استعدادات استمرت لمدة 4 سنوات. بنتمنى إن شاء الله للاعبين اللي بيشاركوا كل التوفيق، سواء خلود منسي أو علي بدوي، بنتمنى لهم أيضا التوفيق في هذه الرياضة الصعبة. زي ما عودنا حضراتكم في طوكيو 2020 كل يوم بيكون في الحديث عن بطل موجود في هذه الاولمبياد، اولمبياد طوكيو 2020، ولكن موعدنا النهارده عن احد الابطال المصريين، تحديدا البطله سمر حمزه، واحده من النجمات الموجودين في الساحه الافريقيه والساحه المصريه والساحه العالميه في لعبه المصارعه. بنتمنى لها كل التوفيق ان شاء الله. تعالوا نشوف هذا التقرير عن هذه البطله ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. تتحلى بروح وعزيمة الأبطال وتأمل في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الرياضة المصري في الألعاب الأولمبية. سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة والمرشحة لحصد ميدالية أولمبية في طوكيو. بدأت سمر ممارسة الرياضة في سن 13 في ملاعب الكاراتيه، إلى أنها وجدت ضالتها في ممارسة المصارعة وسرعان ما اتجهت إليها. شاركت حمزة في أول بطولة على المستوى المحلي عام 2013، فأظهرت قوة بدنية أبهرت المتابعين، وبعدها انطلقت كالسهم في سماء اللعبة واعتادت على معانقة الذهب. شاركت في أول بطولة دولية عام 2014، وكانت خير بداية لمشوار مليء بالبطولات والإنجازات والألقاب. حققت سمر حمزة خلال مسيرتها العديد من البطولات والألقاب، أبرزها ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2015، وذهبية البطولة الإفريقية 2016، وذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2018 بالجزائر. وعلى المستوى الإفريقي اعتادت سمر حصد المركز الأول والميدالية الذهبية، وباتت عقدة لكل منافسيها، ولا تتمنى الكثيرات مواجهتها على بساط لا بقاء فيه إلا للأقوى. وفي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 أظهرت اللاعبة مستوى مميزا رغم قوة المنافسة، واحتلت المركز 12 في الترتيب العام لمنافسات المصارعة في وزن 75 كيلوغرام. فضلا عن سجل طويل من المشاركات في بطولات العالم للأعمار السنية المختلفة، وتعلق الجماهير في مصر والوطن العربي آمالا كبيرة على سمر حمزة لرفع علم مصر على منصة التتويج في المحفل الأولمبي.
كل التوفيق لنجمتنا البطلة المصرية بطلة المصارعة سمر حمزة في ان هي تواصل الانجازات الموجودة في لعبة المصارعة بشكل كبير. شفنا انجازات كتيرة جدا ولكن على مستوى الرجال بنتمنى ان شاء الله ان الاناث ايضا يدخلوا في هذه الانجازات المصرية الموجودة في الدورات الاولمبية، خصوصا ان احنا عندنا تاريخ مشرف بشكل كبير جدا في لعبة المصارعة. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل حديثنا عن اولمبياد طوكيو 2020 وحديث اكثر ومطول عن بعثتنا المصرية، فابقوا دائما معنا على اون تايم سبورتس. بجد التعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي قنوات اون تايم سبورتس، لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا البرنامج طوكيو 2020 والحديث عن هذه الدوره الاولمبيه. دلوقتي جه ميعادنا نتكلم عن الاعلاميين والصحفيين اللي تواجدوا في طوكيو 2020 هذه الدوره الاولمبيه واللي هيفضلوا هناك لحد ما الدوره تنتهي، وهتكون اكيد المغادره بعد انتهاء كل فعاليات الدوره الحاليه. الحقيقه الصحفيين والاعلاميين بيواجهوا صعوبات كثيره جدا في هذه الدوره الاولمبيه، بيواجهوا اجراءات صارمه جدا وضعتها اللجنه المنظمه في احترازات كتيرة جدا أو إجراءات احترازية موجودة كبيرة عليهم بتقع على عاتقهم، وده بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية. كل ده أكيد تحت إشراف أيضا اللجنة الطبية بهذه الدورة الأولمبية، لأن في تأكيدات بسلامة اللاعبين وسلامة الجميع. الحقيقة الصحفيين اللي قاموا بتغطية هذه الأولمبيات وكانوا متواجدين قبل كده في أولمبيات ريو دي جانيرو 2016 عملوا مقارنة كده وقالوا في بعض التصريحات ان في فروق كبيره جدا في التغطيه الاعلاميه ما بين الاولمبيات اللي فاتت وما بين اولمبياد طوكيو 2020، وده بسبب الاجراءات الصارمه. في قيود كتيره جدا تابعناها في العديد والعديد من الاخبار، شفنا ان فور وصولهم في ابلكيشن او تطبيق لازم يتبعوه، في تحليل لازم بيتم عمله بشكل يومي، ايضا في موقع الجي بي اس او تحديد الموقع الخاص بيهم خلال تواجدهم في طوكيو او في اليابان بشكل عام، وايضا في صعوبات كتيره جدا في عمليه التحرك ومتابعه البعثات، سواء كل صحفي بيتابع البعثه الخاصه ببلده او بيتابع الاولمبياد بشكل عام. كان ليهم بعض التصريحات، خلونا نشوفها مع حضراتكم ونرجع نكمل تاني حديثنا عن هذه الاولمبياد. رجان، ولكن الآن فيما يتعلق بألعاب طوكيو الأولمبية هناك عدد أقل من الناس هنا، وكمراسل فهذا أمر محزن حقا. إنها مقيدة، إنها أكثر الألعاب الأولمبية تقييدا التي رأيتها على الإطلاق. نحن نعمل في المركز الصحفي الرئيسي هنا، ولكن بصرف النظر عن ذلك لا يمكننا الذهاب إلى أي مكان آخر، يمكننا التنقل إلا بين فندقنا وهنا. بنأكد لحضراتكم طبعا ان كل هذه الصعوبات والاجراءات الاحترازية اللي موجودة في اليابان هدفها الاساسي هو سلامة ونجاح هذه الاولمبيات، لان ما كانش ينفع ان هذه الاولمبيات لا تقام او يتم تأجيلها لما بعد ذلك. طبعا لسه هنكمل اخبارنا واخبار اليابان، والخبر القادم عن الياباني تاكويا هنيدا اللي حصل قبل كده على الميدالية البرونزية في اولمبيات ريو دي جانيرو الماضية، الاولمبيات اللي كانت في 2016. وبالطبع لما نتكلم عنه هو اول ياباني او اسيوي كمان يفوز بميدالية أولمبية في رياضة التجديف، ولكنه قال قبل كده ان هو قلقان وغير مبسوط قبل انطلاق منافساته، لان المنظمين اجروا بعض التغييرات على المسار اللي بيكونوا فيه الرياضيين في رياضة التجديف، وده قبل عملية تجديف او رياضة التجديف. ولكنه قال ايضا انه بالرغم من التغيير المفاجئ والغير متوقع اللي حصل في المسار اللي كان هم متعارفين عليه او متوقعين ان هو يكون بالشكل الطبيعي، ولكن قال ان ده خلاه عنده قلق بشكل كبير من ان هو يكون قلقان على التعب اللي كان عنده في الفتره الماضيه، وقلقان ايضا ان المنافسات ما تكونش بالشكل المطلوب، وقال انه هيعمل اقصى ما لديه عشان يحقق ميداليه اولمبيه جديده في طوكيو 2020. ده كان طبعا بعض التصريحات في المؤتمر الصحفي اللي كان في طوكيو في اليابان. طبعا بيحاولوا ان هم يعملوا بعض المؤتمرات الصحفيه اللي موجود فيها اللاعبين المحليين او اللاعبين اليابانيين بمعنى اصح، يعربوا فيه عن الظروف اللي بتحوط حول مشاركتهم. شفنا تاكويا هانيدا بطل التجديف، وشفنا ايضا ميكي ايشي وميجومي موراكامي، ودول نجمتين منتخب اليابان في الكره الشاطئيه، اللي قالوا ايضا ان هدفهم في هذه البطوله او الدوره الاولمبيه الفوز بميداليه اولمبيه في النسخه الحاليه، عشان ايضا يحاولوا ان هم يكلموا
قللوا مجهوداتهم في الفترة اللي فاتت، خصوصا ان كان ايضا عندهم ظروف صعبة جدا وحاولوا ان هم يستغلوها، وكانوا متحمسين بشكل كبير جدا لإقامة هذه الأولمبياد في بلدهم، أولمبياد طوكيو 2020. لسه مكملين اخبارنا، والخبر القادم عن البعثة الجزائرية والجزائري اكرم بونابي لاعب منتخب السلاح اللي بيستعد بقوة خلال هذه الفترة القليلة قبل ما يبدأ منافسات طوكيو، ولكن برغم من تأكيده أكتر من مرة على أنه هو استعد في الفترة اللي فاتت، ولكن استعداداته كان فيها صعوبات كتيرة جدا خصوصا وسط الإجراءات الاحترازية والإجراءات الصارمة بسبب انتشار فيروس كورونا. وخلونا أقول لحضراتكم أن قبل كده كان حصد أرواح 4 أفراد من عائلته، وكان عنده ظروف صعبة جدا بعد ما الـ4 أفراد من عائلته فارقوا الحياة. أكيد ظروف صعبة كلنا عشناها في فترة كورونا وتوقف الحياة بشكل شبه كامل، إلا أننا كلنا قاومنا، كلنا حاولنا أن احنا نكمل في عملنا أيا كان إيه هو. حتى الرياضيين حاولوا أن هم يستمروا في استعداداتهم، والحقيقة الرياضيين بيكون عليهم مجهودات أكبر لأن عندهم بعض الأمور الخاصة. بنشوف أن في بعض الألعاب التلامسية يعني لاعب ممكن يكون محافظ على نفسه ولكن عايز يتدرب مع لاعب آخر، فأكيد الرياضيين كان عندهم صعوبات كتيرة جدا ما خلتهمش يمارسوا استعداداتهم بشكل طبيعي. والحقيقة انتظارهم كان لفترة طويلة امتدت لـ4 سنوات، ولكن فوجئنا في الآخر بهذا الوباء اللي جه على العالم كله. ولكن رغم هذه الصعوبات أقيمت الأولمبياد، أقيمت التمرينات، أقيمت الاستعدادات، شفنا استعدادات كبيرة جدا، والحقيقة كل الرياضيين في الآخر متحمسين رغم هذه الصعوبات إن هم يحصلوا على ميدالية أولمبية قد تكون الأغلى في كل الدورات الأولمبية. اللاعب الجزائري كان ليه تصريحات طبعا مهمة بخصوص مشاركاته في طوكيو، تعالوا نشوفها ونرجع نكمل مع حضراتكم. رياضة المبارزة يلزم يكون فيها رياضيين بزاف باش نديروا المنافسات هنا في الجزائر اللي نحضروا بهم لمنافسات دولية. فهذا هو المشكل اللي نواجهه هنا صراحة، يعني ما عنديش منافسين بزاف اللي ندرب معاهم ولا اللي ندير معاهم منافسات باش نتحصلوا على ميدالية في الأولمبياد. يعني أكبر محفل دولي للرياضة، أكبر يعني الألعاب الأولمبية مش حاجة سهلة. ميدالية لازمنا تحضير تاع 4 سنوات ولا أكثر. طموحي في المنافسة وأكيد ميدالية في الألعاب الأولمبية، ممكن في طوكيو، ممكن في باريس 2024، يعني على 3 سنوات الألعاب الأولمبية القادمة إن شاء الله. يكون إذا ما تحصلتش ميدالية هذا العام يكون تحضير الميدالية الجاية إن شاء الله. أنا كنت مريض بالكورونا والأهل تاعي كانوا مرض، وبعد يعني بداوا توفت الجدة وتوفى الأب، بعد أيام قليلة التحق بهم الجد ومراه الجدة، يعني توقفت على كلش مشي غير على الرياضة، على الدراسة، على الرياضة، على حاجة أشياء كثيرة. دي كانت تصريحات النجم الجزائري أكرم بونابي لاعب السلاح. بنتمنى له أكيد كل التوفيق، وأكيد رغم الظروف الصعبة اللي مرت عليه وعلى العالم كله، إلا أن بنتمنى له هو والبعثة الجزائرية خير تمثيل وكل التوفيق في هذه الأولمبياد، أولمبياد طوكيو 2020. مرة ثانية طبعا قبل ما اختم مع حضراتكم بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم. خلاص 48 ساعة أو أقل كمان بيفصلونا عن انطلاقة المباراة الافتتاحية أمام نظيره الإسباني. بنتمنى إن شاء الله كل اللاعبين التوفيق في هذه المباراة، وإن شاء الله كل اللاعبين يكونوا في التوب فورم، يكونوا في حالة التركيز الكاملة، إن شاء الله يكون عندهم الوعي التكتيكي المناسب لواجهة واحد من الخصوم اللي بيتميزوا دايما بالتكتكس أو الخطط الموجودة داخل أرضية الملعب وهو المنتخب
الاسباني اللي بيختلف تماما عن المنتخب الارجنتيني اللي بيتمتع بالمهارات. فعشان كده مباراه اسبانيا من وجهه نظر الشخصيه هتكون هي اصعب المباريات تكتيكيا وفنيا داخل ارضيه الملعب. ما بنتكلمش على الامكانيات الفنيه او البدنيه للاعبين، اي نعم اسبانيا عندها لاعبين وقوام جيد وعندهم خبرات، ولكن الامور الفنيه والتكتيكيه هي الحل ومفتاح الفوز في هذه المباراه. اعتقد ان اللاعبين لو عندهم حاله التركيز الفنيه والتكتيكيه تاني بعدها داخل المباراه، اعتقد ان شاء الله الفوز هيكون حليفنا، او على الاقل الامور التعادل في هذه المباراه، وتكون دي الانطلاقه مش بس لكره القدم، لكل البعثه المصريه اللي بتشارك في هذه الاولمبياد. بنتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. كده خلصت اخبارنا، ولكن قبل ما اختم مع حضراتكم مره تانية بقول لحضراتكم كل عام وانتم بخير. ان شاء الله مصر تفضل كلها اعياد، وكل ان شاء الله اللاعبين والرياضيين اللي سافروا وموجودين في طوكيو 2020 ومش موجودين مع اهاليهم، ان شاء الله تكون الميداليات الاولمبيه او التمثيل المشرف لمصر هي خير هديه وتعويض عن غيابهم او عدم وجودهم في مصر في هذه الفتره. هسيبكم دلوقتي مع الفقره الحواريه ولقاء خاص مع واحد من ابطالنا الموجودين في هذه الاولمبياد، اولمبياد طوكيو 2020. لقاء يجري الزميل العزيز ايمن مصطفى مع واحد من نجوم كرة اليد، محمد عصام الطيار، حارس مرمى منتخبنا الوطني المصري، واللي كان متألق بشكل كبير جدا في بطولة العالم الأخيرة 2019. هذا اللقاء الممتع بعد الفاصل، ابقوا دائما معنا على On Time Sports. يلعب الكرة في الجناح، يا طيار يا طيار يا طيار، بحبك بحبك يا طيار. هايلين يا رجالة المصريين، اهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. بكل تاكيد امال الجماهير المصريه على منتخبنا الوطني لكره اليد بدات في التزايد بشكل كبير جدا بعد الانجاز اللي حققه في بطوله العالم والاداء المشرف امام منتخبنا الدنماركي. الكل بيعول على المنتخب انه يحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو القادمه. كان مهم ان احنا نلتقي بواحد من نجوم المنتخب عشان نعرف الاستعداد للاولمبياد، مدى امكانيه تحقيق ميداليه. محمد عصام الطيار نجم منتخبنا الوطني ونادي الاهلي، اهلا بيك يا طيار، منورنا على اون تايم. والله انتوا اللي منورنا في الغردقه الصراحه، يعني مبسوطين ان انتوا معانا النهارده وان انتوا ورانا يعني خطوه بخطوه، ومنورنا جدا. متفائل بالاولمبياد؟ حاسس ان احنا ممكن نعمل حاجه، ممكن نكسب ميداليه، وحاسس ان الموضوع صعب شويه؟ والله لا، ما فيش حاجه صعبه خالص. احنا بعد الاداء اللي حصل مننا في كاس العالم اللي فات ده، يعني احنا رفعنا سقف طموحنا وطموح الناس كلها، والموضوع بان ان هو مش صعب، لا ان منتخب مصر قادر ان هو يوصل لابعد من كده بكتير. يعني كنت قبل كاس العالم كنت متوقع ان المنتخب يأدي بالشكل ده، ولا الصعوبات اللي كانت موجوده، برنامج الاستعداد لكاس العالم طبعا اتاثر، فيروس كورونا، ما كانش فيه مواجهات وديه قويه، يمكن فقط مع المنتخب الياباني والبحريني الماتشات الوديه، كل المعطيات دي كانت خلتك قبل كاس العالم حاسس ان احنا هنأدي الاداء ده؟ بص هقول لك على حاجه، انا كانت طبعا الاداء ما كانش مفاجئ بالنسبه لي، بس انا كنت الكورونا طبعا اكتر حاجه، يعني اكتر فرقه على مستوى العالم تأثرت بالكورونا هي كان مصر، لاسباب كتير جدا، لاسبابها طبعا اهم اسبابها كانت الاعدادات والجمهور وكل الكلام ده، كان هيفرق معانا جدا نفسيا وفي الملعب وفي كل حاجه. بس في نفس الوقت استفدنا منها ان احنا قدرنا ان احنا نتجمع فتره اطول، احنا كنا مجمعين من قبلها بست سبع شهور، فقدرنا ان احنا نبقى نتمرن مع بعض فتره اكبر، قدرنا ان احنا نبقى احسن في حاجات كتير. ممكن اول ماتشات اللي قدام كانت هتعلي البرفورمنس بتاعتنا اكتر شويه،
بس احنا كفرقه او كمنتخب لا انا ما كنتش متفاجئ من المنظر او ما كنتش متفاجئ من البرفورمانس بتاعنا في اثناء البطوله. بالعكس خالص انا كنت متوقع كده وكنت متوقع اكتر من كده كمان لو كنا قدرنا ان احنا ناخد اللي هي حته الماتشات الوديه او الجدول الاعداد اللي كان معمول لنا قبل كاس من الاول قبل بالزبط. حتى الغاء الاولمبياد بالظبط بالظبط احنا كنا واخدين طبعا يعني المستوى كان بيتدرج كل ماتش بماتش عشان احنا قبل كاس عالم لعبنا ماتشين مع اليابان ماتشين مع البحرين طبعا منتخبات كبيره جدا وابطال اسيا بس يعني برضو كنا محتاجين ان احنا نلعب ماتشات اكتر من كده وممكن تبقى يعني ليفل اعلى شويه من كده. خلال البطوله كان في محطات مهمه جدا يمكن كانت الهزيمه امام المنتخب السويدي كانت اول حاجات اللي يعني اربكت الحسابات انك كنت حاطط في البلان بتاعك انك تكسب عشان تتاهل للدور الرئيسي بنقاط اللقاء امام المنتخب السويدي. ده حطكم بعد كده في ضغط انكم في الدور الرئيسي مفيش بديل او في الدور الثاني مفيش بديل عن الفوز على روسيا وبيلاروسيا وايضا التعادل مع سلوفينيا وقتها اهلنا يعني. هي دي بقى الحته اللي انا كنت بقول لك عليها دلوقتي يعني مثلا طبعا خساره السويد كانت حاجه بالنسبه لنا احنا احنا كنا محتاجين المكسب ده بس خساره السويد كان ممكن تكون علمنا في يعني علمنا اكتر في الماتشات اللي بعد كده بدليل مثلا ان احنا يعني ان احنا قدرنا ان احنا نعرف اخطائنا ايه وقدرنا ان احنا نتدارك اخطائنا على طول وبسرعه وده برضو نتيجة او بسبب ان احنا ما لعبناش ماتشات ودية كتير قبل كاس عالم. حتة بقى ان احنا كان حط علينا لود او حط علينا ضغط ان احنا نكسب بتهيألي مش الموقف ده مش اول مرة يحصل مع منتخب مصر ومنتخب مصر الحاجات دي الصراحة لا يعني بيبان معدن اللعيبة وبيبان معدن كابتن الفريق كابتن احمد الاحمر وقيمته مع اللعيبة وفي نفس الوقت اللعيبة الكبار لا يعني عرفنا نلم الدنيا يا جماعه لا احنا مش اول مره نتحط في الموقف ده اكيد خلاص لا بديل غير ان احنا نكسب احنا بنلعب بطوله على ارضنا طيب المشاكل ديت لا احنا كلنا قدنا بصوره 10 على 10 وفعلا احنا لعبنا ماتش كويس جدا وقوي جدا يا جماعه خلاص احنا لعبنا بطوله 10 ماتش 10 على 10 هو كان اعتقد صعوبه ماتش السويد انك طول الماتش متسيد الماتش تماما بالظبط طالع الشوط الاول في وقت كنا فريقين فرق 4 او 5 كمان بالظبط ما دي بقى اللي انا بقول لك عليها دي قله الماتشات الوديه اللي كانت قبل البطوله بتهيألي لو كان في ماتشات وديه يعني اكتر من كده شويه طبعا ده بسبب ظروف الكورونا يعني لا الموضوع كان هيبقى مختلف خالص لكن انت اول ماتش انت اتحطيته يعني جامد كان السويد وعايز تكسب والسويد طبعا كل لعبتها بتلعب على في دوريات قويه جدا وعلى طول بيلعبوا في نهائي السويد بقى تاني العالم بالظبط والسويد في الاول وفي الاخر انت السويد اللي خسرت منها والدنمارك اللي انت تعادلت معاها عشان طبعا ضربات الجزاء ما بتتحسبش كمكسب يعني هي اول وتاني العالم شايف ان بشكل عام استفدنا ان احنا نظمنا البطوله في ارضنا ولا انك خسرت ميزه تواجد الجماهير المصريه خلاك مش مستفيد ان البطوله في ملعبك هتكلم كلاعيبه لا احنا استفدنا جدا طبعا لو كان في يعني تواجد جمهوري كان الموضوع هيبقى مختلف جدا معانا احنا كان في بس شويه اللي هو يعني ناس بعيد قوي وطبعا الكلام ده واحد مثلا كان في شويه كده اللي هو اللجنه الاعلاميه بس كنا حاسين بيهم الموضوع بالنسبه لنا كان فارق معانا جدا احنا كلاعيبه لا انا كنت حاسس بفرق ان كان انت كنت محطوط اون سبوت يعني كان السبوت كله عليك ان الناس كلها شايفاك الناس كلها بتشجعك ممكن نكون ما كناش بنحس بده جوه الملعب بس ردود الافعال بره الملعب لا انت ماشي انت لا الناس كلها فعلا مستنياك بتسبورت معاك الناس كلها مستنيه يا جماعه ماتش مصر والدنمارك الناس كلها مستنيه منتخب مصر يعمل حاجه كل الكلام ده احنا حسينا بيه ممكن يكون انا ده كان تاني كاس عالم ليا لعبت كاس عالم قبل كده في الدنمارك ممكن اكون كنت حاسس برضو نفس الاحساس ده بس مش بكم ان الناس كلها مستنياك مش بكم ان الناس كلها بتدور على ماتشات منتخب مصر في الهاندبول عشان عايز تتفرج عليها عملنا حاله حلوه انا حسيتها ممكن يكون بعد البطوله عشان نظام البابل النظام ما كناش حاسين باي حاجه مش فاهمين حاجه اصلا انا طلعت مش مصدق معتقل يا جماعه احنا طلعنا من باب الاوتيل بس احنا لقينا كذا تاكسي وبتاع لا التكوس عارفانا والناس عارفانا في الشارع دي حاله طبعا احنا حسينا بيها جدا جدا اثناء البطوله وخارج البطوله بعد يعني بعد كده حسينا بيها بره كمان وقت البطوله كنت بتتابع ردود الافعال من خلال السوشيال ميديا ولا مش من نوعيه اللعيبه اللي بتحب تشوف السوشيال ميديا
بص انا بالامانه لا انا بالامانه انا مفيش سوشيال ميديا خالص اثناء البطوله خالص بتشوفهاش. انا اصلا تعليمات من الجهاز الفني ولا انت بتحب لا تعمل ده لوحدك؟ لا هو ده انا كده. خب انا اصلا على المستوى الشخصي انا مش اكتب قوي على السوشيال ميديا خالص خالص خالص، ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا كلام، لا خالص، ولا بشوف ردود افعال ولا بيفرق معايا كل الكلام ده خالص. بعد البطوله انا اثناء البطوله كده كده ببقى قافل الكلام ده، يعني انا مش عايز اسمع ولا حاجات ايجابيه ولا حاجات سلبيه، لا انا عايز، انا عندي حاجه معينه انا عايز اوصل لها، فخلاص قفلت كل الكلام ده. اغلب اللعيبه كده ولا يعني في مجموعه ممكن تكون زيك بالشكل نفس بتتعامل مع السوشيال ميديا بنفس الشكل؟ هل ممكن يكون الجيل الجديد شويه، حميد، حسن، وليد، دودو، بيهتموا بحكم السن بالسوشيال ميديا اكتر شويه؟ بص طبعا يعني في ناس بتهتم بالسوشيال ميديا وفي ناس ما مش من اولوياتها. انا بقول لك انا واحد من الاول اصلا في حياتي مش من اولوياتي السوشيال ميديا، يعني انا حتى الحاجات اللي هو تبقى يعني الناس كلها شايفاها او تبقى الناس متابعينك عليها، انا بالنسبه لي دي حاجه برايفت، يعني مش مؤخرا بس ابتديت كده اشوف ايه الدنيا شويه على السوشيال ميديا. هي بتبقى شخصيات ملهاش علاقه خالص بتوجيهات مدرب او حاجه. كان في ناس كده في المنتخب، كان في ناس كده في المنتخب، يعني كاتونجا مثلا كده برضو، كريم الدوي كاتونجا ملوش لا خالص 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 ملوش خالص في السوشيال ميديا خالص، يعني كريم مثلا بس يعني كاتونجا ممكن تقول جيل قديم شويه 88، انما الاجيال الجديده المنطقي شويه ان تلاقيها بتهتم اكتر شويه. برضو خد بالك انا بالنسبه لي من الـ الـ يعني اللي هو ايه، مش عارف اقول اعبر عليها ازاي، بس يعني لسه طالعين، لسه في قله خبره شويه في الحته دي، ما استووش قوي زي اللعيبه الاجيال التانية. بالظبط لسه في قله خبره شويه في الحته دي، موهومين شويه بالحدث. ده طبيعي، كلنا كنا موهومين بالحدث، يعني مش اجيال صغيره خالص. وعلى فكره يعني المنتخب ما فيهوش اجيال صغيره من كبيره خالص خالص، وطبعا ده ناتج عن الاسلوب وعن التعاون من الكباتن الفرقه، سواء كابتن احمد، كابتن كريم هنداوي، كابتن اسلام حسن، مصري حسن، كابتن مصري، هم مش عاملين فرق خالص بيننا وبينهم خالص والله. فده مش عايزين نقول اجيال جديده اجيال قديمه، ممكن نقول قله خبره، لسه ما استووش، لسه موهومين بالدنيا، لسه ده طبيعي، يعني انا شايف ان ده طبيعي. ماتش الدنمارك من الماتشات اللي لا يمكن تتنسي، يعني اي حد بيحب هاندبول حتى الناس اللي ملهاش في الهاندبول قوي لا كانت بتتابع الماتش ده بشكل قوي جدا. عدى عليك ازاي؟ وبعد الماتش هل كنت بيجي لك وقت انك ممكن تشوف فيديو الماتش وتشوف الاخطاء اللي عملناها الكلام ده كله، ولا بالنسبه لك كان اشبه بكابوس شويه؟ بص هقول لك، انا بالنسبه لي ما كانش كابوس، بالعكس انا كان حلم، بس في وقت كان حلم، كان حلم بس كان نفسي اكمله لاخره، عارف الاحساس ده اللي هو طبعا احنا نازلين ماتش يا جماعه، احنا لعب الدنمارك، لعب الدنمارك عادي مشكله، يعني وصلنا ثقه في نفسنا عاليه جدا، هنمشي جون بجون وهنكسب عادي، ممكن ناس كتير قوي اداء مشرف ومش عارف ايه، يعني انتوا بينكم وبين بعض كلعيبه اقسم بالله كان في الايمان والثقه ان احنا ممكن، يعني انت لو تشوف السوشيال ميديا قبل الماتش الكلام على لاندين وعلى هانسن واداء مشرف، واهم حاجه احنا بعاد جدا، اقسم بالله مفيش لعيب كبير او صغير، بص بقى شفت ان انا بقول لك الموضوع مفيش كبير وصغير، مفيش لعيب كبير او صغير ما اجمعش ان احنا عايزين نكسب، مفيش ممكن نبقى بنهزر شويه، ايه يا جماعه ايه، طب خلاص بقى ناخد ايه بقى 10 كده ونمشي، ناخد 7 ولا حاجه وليه، بس بنهزر بس. احنا اعتقد قابلنا الدنمارك في كاس العالم اللي قبل، عملنا ماتش جامد جدا، عملنا ماتش جامد جدا وخسرنا فرق 4، والناس كانوا وكان في فترات كنا قريبين جدا، كنا بنتعادل وبنتقدم كمان بجد، كانوا كفرانين، احنا اقل فرقه دخل فيها اجوان من الدنمارك. بس انا بقول لك يعني الحاله هنا كان غير الحاله ساعه يعني البطوله اللي قبلها او الدنمارك. لا الناس ما كانش في حد، كلنا مجمعين يا جماعه احنا عايزين نكسب، كان حلم حلو جدا، انا كان نفسي اكمله لاخره. حتى بعد الماتش انا مش مصدق، انا روحت بيتنا انا مش مصدق، لا انا بفتح الفيديو، بفتح الماتش، اتفرجت على الماتش يوم الماتش بالليل، اتفرجت عليه كنا كلنا بقى الناس اللي موجوده معاكم في الاوديت كنا مش عايزين نشوف الماتش تاني تماما، يعني انا مش مصدق كنا. بص هقول لك على حاجه، احنا دلوقتي في حاله حلوه جدا بتحصل في المنتخب، ان الناس كلها بجد عايزين يوصلوا لحته بعيده. ده انا بشوفه مثلا في ان الناس تكسب ماتش تخسر ماتش، انت بتعمل اناليسز على نفسك وبتعرف انت فين وعايز تبقى فين.
ثقافيا المنتاليتي بتاع اللعيبه اتغير جدا. حتى الناس كلها دلوقتي في اوروبا بقت مطلوبين عشان كده، شايفين ان لعيبه منتخب مصر لا ده حاجه ثانيه. بص اي لعيب في منتخب مصر او يعني اي لعيب في المجموعه اللي موجوده دلوقتي دول بجد يعني على حقيقه كامله ان هم يلعبوا في دوري ابطال اوروبا وفي فرق كبيره بجد. يعني دي حاجه كان مؤخرا يعني مش مؤخرا بس يعني دي حاجه ايجابيه جدا للمنتخب. المستوى الثقافي ليكوا كجيل يعني انت كليه هندسه مصري صيدله بيفرق مع منتاليتي اللعيبه؟ انا وجهه نظري كده الصراحه، يعني وجهه نظري ان برضو الثقافه والتعليم بيفرقوا جدا مع منتاليتي اللعيبه. كل اللعيبه دلوقتي ما شاء الله حاجه يعني مهندسين ودكاتره ومعظمهم يعني اغلبيتهم مهندسين كمان. حتى كابتن كريم الداوي مهندس برضو. انا شايف انها بتفرق جدا، بتفرق حتى في ثقافتك في مسؤوليتك في حاجات كده. انا بحسها بتفرق معايا يعني في تفتيح دماغك في حاجات كتير، ان انت عارف ان انت مسؤول عندك مسؤوليه، شخص تستوعب انت ايه اللي ليك وايه اللي عليك. كل الكلام ده بيفرق جدا طبعا. لحظه رميه الجزاء بتاعت سند، كل شفت اكيد الفيديوهات بعد الماتش اللي كان الناس حتى شبهت بضرب جزاء صلاح قدام الكونغو. كنت مصدق ان الجمهور المصري يحتشد في المغاهي بالشكل ده ويبقى فيه التشجيع الجنوني؟ يعني بعد سند مسجل الرميه الجزائيه دي الناس كانت بتحتفل احتفال جنوني. هل انتوا كنتوا كلعيبه متخيلين ان ممكن حجم المتابعه والتشجيع يكون بالشكل ده؟ خالص خالص بجد. انا بقول لك انا من الناس اللي اتفاجئت، كنت يعني انا تقريبا اول لقطه افتح فيها سوشيال ميديا ابدا ابص، طبعا ببص شويه يعني مش هقول لك اقفلها خالص عن نفسي وبتاع، لا انت برضو قاعد في اجواء يعني فبتبقى عايز تشوف ايه اللي بيحصل. انا اول لقطه افتح فيها السوشيال ميديا بقى بتعمق كان بعد ماتش الدنمارك. لا مش مصدق، انا اتفاجئت ان الناس حتى مثلا اخويا وصحابي احنا على القهاوي ده زي ماتش الاهلي والزمالك اللي هو نهائي القمه ده او نهائي القرن ده بجد. انا اتفاجئت طبعا وبسطت جدا 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 ان هم شبهوا ان كان في تشبيه في حاجه عظيمه زي دي، احنا نطلع كاس عالم مع كابتن محمد صلاح، الايقونه المصريه اللي كل الناس نفسها وبتحلم ان هي توصل لها، وان هم يشبهوا سند بصلاح حاجه حلوه جدا. دي حاجه كبيره جدا لينا كلنا والسند، عشان سند فعلا لعيب كبير ويعني ما شاء الله عليه. يعني ماتشات الاهلي والزمالك وانا دايما ببقى موجود معاكم في الماتشات دي بتبقى عصيبه جدا، يعني بتاكلوا بعض بمعنى الكلمه. ازاي بتفصلوا ما بين حاله الشحن والتوتر والمشاكل اللي بتبقى موجوده في ماتشات الاهلي والزمالك وبين تواجدكم كلعيبه اهلي وزمالك مع بعض في المنتخب؟ يعني انا بشوفك مثلا بتبقى قاعد في اوضه ممكن مع لعيب من نادي الزمالك، شايف مصري قاعد بياكل مع بكار احمر قاعد مع لعيب من نادي الاهلي، مفيش بقى نغمه الاهلي والزمالك دي تماما خالص خالص خالص. ومش شعارات يعني، مش عشان بقول لك كده في مثلا عشان احنا في لا 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 بجد، احنا مثلا اقرب ناس ليا لعيبه الزمالك واقرب ناس للعيبه الزمالك هو احنا، يعني احنا لا مفيش بينا خالص الكلام ده بالعكس. يعني انا على طول مع وسام ودودو وخالد وليد كل الناس دي بجد احنا يعني صحاب جدا بره عن الرياضه وبره عن اي حاجه، احنا بنخرج مع بعض نخرج يعني. لا بجد ايه سبب ده؟ يعني ليه في الهاندبول مفيش الحته دي؟ ممكن تلاقي في العاب تانية في الكوره وغيرها، اعتقد في العاب تانية ممكن تلاقي ان في بيبقى شحن شويه زياده بيبقى في توتر، لا الهاندبول مختلفه تماما في الجزئيه دي، ايه سبب ده؟ بص انا مش عارف سببها قوي بس ممكن يكون ناتج عن الشخصيات اللي بتربي الفكره، فاهم قصدي؟ يعني اللي هو بتربي فكره، انا مثلا ربيت فكره التعصب مع بني ادم او انا ربيت فكره التعصب في لعيب صغير طالع، فدي دي دي لوحدها طبعا خلاص انا طالع بقى انا متعصب من الشخص ده او من الكيان ده او من النادي ده. لا احنا عندنا مفيش كده خالص، واللي كان بيساعد على ده برده كابتن احمد الاحمر ايقونه زملكاويه بس هو كان بيساعد جدا على ده. علاقته بلعيبه الاهلي كانت طيبه جدا 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 بجد، وكابتن كريم هنداوي برده وكابتن مصري وكابتن اسلام، كل الناس دي يعني حاجه يعني قويه جدا يعني في الاهلي وفي الزمالك. لا دول ما كانوش بيشحنوا الناس على التعصب او على كره اللعيبه او 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 حاجات كتير، لا بالعكس كابتن احمد الاحمر نخش المنتخب يا جماعه مفيش اهلي وزمالك، هو خلاص الموضوع انتهى احنا في منتخب مصر، مع ان هو زملكاوي جدا ايقونه ما شاء الله يعني اسطوره من اساطير الزمالك، بس عمري في حياتي ما شفت ان كابتن احمد الاحمر
بيشحن لعيبه على الاهلي او مش بيسبورت مثلا. عمري في حياتي ما شفت كده. ودي حاجه لوحدها اصلا تولد جوه اللعيب الصغير او تولد جوه اللعيبه. اكيد لما شايف نموذج كابتن التيم بيتعامل بالشكل ده, كابتن تيم واسطوره وبتاع, ما بتعملش حاجه طبعا. فمستحيل هبقى هاخد التعصب ده. بالعكس, بعد كل ماتش نسنا مع بعض ونبوس بعض, ممكن نطلع كمان نخرج مع بعض, نقعد مع بعض في اي حته ونروح نتعشى مع بعض وبتاع, سواء انا كسبان او انا خسران. طبعا كلنا عايزين نكسب, ده حكم النفس على النفس يعني, طبيعي بس, وحق مشروع جدا طبعا. بس كده كلنا عايزين نكسب وكلنا عايزين نبقى احسن, مفيش مشكله يعني في الكلام ده خالص, ما بيأثرش على العلاقه يعني. احمد الاحمر اعتزل دولي بعد الاولمبياد, هل انتوا كلعيبه مثلا فكرتوا تتكلموا معاه ان نحاول نخليه يكمل بعد الاولمبياد يلعب كاس عالم كمان؟ وشايف ان ممكن ان احمر هيعتزل بعد الاولمبياد ان ده يبقى حافز ليكم ان احنا نحاول نهديه ميداليه ويختتم مسيرته بشكل قوي جدا؟ اصلا مش مصدق لسه دلوقتي, مش مدرك ان هو اعتزل. لا 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 لا, ومش مدرك ان انا هاجي مثلا التجميع مش هلاقي كابتن احمد الله. لا مش فاهم لسه, مش راكبه قوي معايا ومش عايز اتوقعها, عشان بالنسبه لي في حاجات كده يعني لسه مش متخيلها يعني. اللي هو لا, مش عايزين نفقد حد بقيمه كابتن احمد خالص خالص يعني. مش او حتى عايز اقول لك ان مش انا بس اللي مش مصدقها, لا, هو ناس كتير مش مصدقها. بدليل يعني حتى واحنا بنروح نتكلم مع كابتن احمد ما حدش بيتكلم في الموضوع ده خالص, احنا لغايه دلوقتي احنا مش مصدقين. لا, كلام انتشر على النت وعلى السوشيال ميديا وبتاع, كلام اشاعات عادي, مفيش مشكله يعني. عادي. ما حاولتوش تقعدوا معايا ابدا يعني, تتكلموا معايا تخلوه مثلا يتراجع عن القرار ده, ولا ده ما حصلش؟ ما حصلش, عشان بجد احنا مش مصدقين. اللعيبه مش مصدقين ان احنا يا جماعه هنفتقد كابتن احمد الاحمر, او هنفتقد, احنا لغايه دلوقتي مش مستوعبين اصلا. هو ما طلعش القرار ده من بقه لينا, فاهمني؟ ما اتكلمش معاكم, ما اتكلمش مثلا باللعيبه واقول لهم, ما اجتمعش باللعيبه واقول لهم لا لا, عشان بيتهيألي ان هو اجتمع هو هيبقى عارف حاله اللعيبه عامله ازاي, واللعيبه هتقول له ايه وهتبقى معاه ازاي يعني. رد فعلكم بعد ماتش من الماتشات اللي احمر كسب فيها مان اوف ذا ماتش, اعتقد يا اما ماتش روسيا او بيلاروسيا في كاس العالم, بيبين قيمه احمر لكل اللعيبه يعني. شفنا كل حتى الناشئين دودو ووليد كلكم بلا استثناء كان رد الفعل كلكم سعداء اكن واحد منكم اللي كسب جايزه احسن لاعب في الماتش. بص, احنا كابتن احمد الاحمر بالنسبه لي, انا بقول لك بالنسبه لي عشان ممكن اكون ايه يعني, احنا الجيل اللي هو الناس بتقول عليه اللي هو الوسط او الصغير او مش عارف يعني, احنا الجيل اللي في النص يعني. انا بالنسبه لي كابتن احمد الاحمر هو اسطوره, انا كان نفسي في يوم من الايام العب معاه. كنا مبسوطين جدا عشان احنا كنا بنشوف ان هو كان في اوقات كتير جدا بيبقى تعبان او عنده مثلا اصابه وكان بيتحمل على نفسه. هو تقريبا طول الوقت بيلعب ومصاب, هو بجد كابتن احمد مثال, بيتحمل على نفسه جدا, اسطوره فايتر يعني, ايقونه لا, الناس كلها تتمنى ان هي تبقى زيها في اخلاقه في محاربته في حاجات كتير جدا. حابب اتكلم معاك عن علاقتك بكريم هنداوي اللي الكل اشاد بيها, لكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع محمد عصام الطاهر نجم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي. خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. طيار, الناس كلها بتشيد بعلاقتك بكريم هنداوي, بتشوف ان هي واحده من اهم اسباب نجاح منتخبنا الوطني. كلمني على علاقتكم ببعض وايه سبب التقارب الشديد اللي ما بينكم. لا, انا كابتن كريم شهادتي فيه مجروحه طبعا, من قبل ما ملعب يعني, من قبل ما ابقى معايا في المنتخب, او من قبل ما اول بطوله ليا مع كريم 2018. فانا من 2009 اصلا في كاس عالم شباب اللي كان في مصر, انا كنت اللي هو من الناس الصغيرين اللي بترمي كور وبتاع, وكنت من اكتر الناس اللي بحبه على المستوى يعني المستوى الرياضي. اما دخلت المنتخب بقى على المستوى الشخصي, هو اكتر بني ادم كان معايا وكان بيحتضنني جدا. مع الوقت الموضوع ابتدى يعني, علاقتنا ابتدت ان هي تبقى يعني اقرب يعني وكده, بحكم طبعا ان احنا مركز واحد, وبحكم ان احنا اكتر الوقت اجتماعاتنا مع بعض, وبحكم ان احنا بنتكلم كتير مع بعض. خلاص بقيت اي مشكله صغيره حتى لو في حياتي بره تلجأ له على طول. خلاص. لا, هو كريم هنداوي. انكار الذات اللي عند كريم يعني, اعتقد كنت في بعد واحده من الماتشات كنت بحاول ان انا اسجل معاك, كنتوا الاثنين لقاءات, فقال لي انا النهارده ما استحقش يعني, هو طاهر النهارده هو نجم اليوم وما استحقش ان انا اطلع اتكلم مع بداله او معايا حتى يعني. بص, هو ده كريم, ده ملخص كريم هنداوي. هو ده كريم, انت ممكن تبقى عارفه على المستوى الشخصي. لا, هو ده كريم هنداوي. هو كريم هنداوي شخص يعني
اهم شخص في منتخب مصر، شخص قيادي جدا، فايتر جدا، في ظهر اي لعيب حتى من 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 ابسط مشكله لاكبر مشكله. بجد احنا كناس، احنا يعني او احنا كمنتخب، احنا ما بنعوز نلجا، لا احنا بنلجا لكابتن كريم على طول. كريم هنداوي يا جماعه، نروح لكريم هنداوي. طبعا وكابتن احمد، بس طبعا كريم، نروح لكريم هنداوي. في مشكله اول واحد بيبقى يعني اللي هو ايه، مش في ظهرك بقى، هو بيبقى قدامك بجد حتى لو مشكله صغيره. ممكن يكون احنا علاقتنا كمان يعني بقت احسن عشان حصل المشاكل وكده، دي خلتنا ان احنا الاثنين نبقى احسن، نقربوا اكتر يعني. كمان نقرب اكتر وكده. مشاكل عندي وعنده، حتى كان في مشكله صغيره كان عنده في موضوع النادي بتاعه بعد الكورونا، فعلى طول كنا مع بعض، على طول كنا بنتمرن مع بعض. وقت الكورونا كنا بنتقابل على طول وبنتمرن، ما كناش بنقعد خالص. حتى انا ساعات اثناء الكورونا انا كان عندي مشكله في ركبتي قبل افريقيا بتاعت تونس بثلاث شهور او اربع شهور. المشكله دي كانت قويه جدا، ما كان لازم لها تدخل جراحي. يعني انا قررت ان انا اجل التدخل الجراحي دوت عشان بطوله افريقيا وعشان عندي ماتشات في النادي. اول ما حصل الكورونا خلاص، انا لو ما كانش حصل تدخل جراحي كان هيحصل مشكله كبيره جدا في رجلي. طبعا الموضوع ده محدش عارفه خالص، يعني ممكن يكون انا اول مره اقوله اصلا دلوقتي. وفعلا ايام الكورونا انا عملت عمليه، كان تقريبا الوحيد اللي يعرف المجال الرياضي كله غير والدي ووالدتي هو كريم هنداوي، وكان معايا جدا، اكتر حد بيسبورت ليا واكتر حد دافع ليا حتى وانا باهل. قد يكون منافس ليك في نفس المكان في المنتخب، هو ده كريم هنداوي. انا بقول لك هو كريم هنداوي بجد، هو يتمنى لقدامه خير اكتر من نفسه، عشان كده هو ما شاء الله عليه دايما متالق، ودايما هو اللي شايل منتخب مصر، ودايما هو اللي في السوق. ما شاء الله يعني، ربنا يكرمه ويزيده ودايما كده يبقى متالق. يعني خلال الماتشات بتتكلموا مع بعض بتقولوا ايه؟ يعني دايما باخد بالي ان بعد كل هدف او بعد مثلا رميه جزائيه او اي تفاصيل صغيره جدا، اللي موجود في الملعب بيطلع للتاني، بيبقى واقف على الخط التاني مستنيه، دايما بيديله نصايح، بيديله تعليمات، بتقولوا لبعض ايه؟ بص هقول لك، يعني احنا طبعا قبل اي ماتش احنا بنعمل اناليسز على الفرقه اللي قدامنا. الاجواء جوه الماتش مختلفه تماما. يعني انا عارف مثلا ان مثلا سي احمد بيشوط يمين، عادي ابقى انا في الماتش وفي الاجواء واحمد يشوط يمين وانا اروح شمال، الموضوع مختلف. احنا بنفكر بعض، هو بيفكرني وانا بفكره، خد بالك احنا قلنا مثلا ان ده مثلا يعمل كذا، خد بالك احنا قلنا ان ده كان بيعمل كذا. اوقات تانية مثلا هو يقول لي وجهه نظره، انا طبعا يعني ما شاء الله كريم خبره كبيره جدا في المنتخب، فانا بستفاد جدا منه. ممكن انا واقف في الجون مثلا يقول لي لا خد بالك انت لو عملت كده هتصدها، وفعلا الكره اللي بعديها بعمل كده وبصدها وببص له حتى وبعمل له كده اللي هو يعني انت عندك حق. المصلحه واحده، المكسب، وان الصوره كصوره كمنتخب ككل يعني، بالظبط مش اسم لعيب واحد او بالظبط كمنتخب وكمركز حراسه مرمى، الصوره واحده، نجاحي من نجاحك ونجاحك من نجاحي. والصراحة يعني الكلام ده هو كريم اللي بيقوله لي على طول، على طول بيقول لي كده. هل انت من نوعية الحراسة بيحب ان هو يحفظ اكتر من ان هو يعني في حراسة المرمى في الهاندبول في مدارس مختلفة، في جول كيبرز ليه بيحفظ اكتر من ان هو عنده الموهبة او عنده التالنت او رد الفعل بتاعه مثلا بيبقى سريع قوي، انت بتحب انهي مدرسة، بتشوف انهي انجح؟ بص هو موضوع مختلف. يعني ممكن زمان احنا كنا بنقول ده جون حفيظ، ماشي ده جون حفيظ. الموضوع دلوقتي مختلف خالص، على المستوى العالمي او على المستوى الكبير انت بتحفظ طبعا كده كده مفيش حد ما بيحفظ، بس في مواقف معينه. يعني احنا مثلا واحنا بنعمل سكاوت مثلا على فرقه قدامنا، انت يعني مش انا بس كجون واقف فعارف ان اللعيب ده بيشوط يمين فخلاص، لا بالعكس، ده انا عارف ان اللعيب ده بيشوط يمين والبلوك عارف ان اللعيب ده بيشوط يمين، فهم هيعملوا حاجه هيامنوني ان انا اخد. هي العملية كلها ايه؟ تعاون. انت الموضوع كله لعبة جماعية متعاونة، وده اللي احنا اللي باروندو وفينيو وصلونا ليه، ده اللي فهمه لي انا شخصيا، ان الرياضة دي تعاون. انت واقف في الجون طب انا وانا واقف في الجون مثلا ده الوينج ليفت مثلا ليه دور ان يساعدني ان انا اصد في الكورة. هي دي القصة كلها. هم جم يعني على المستوى الفني طورونا جدا. هتكلم بقى على فينيو، لسه كنت اسالك على فينيو، يعني شايف ان هو فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى الكرواتي اضاف ليكو فاتكو، شايف ان في يعني عنده حاجه مختلفه عن التقليد اللي انتم متعلمينه؟
جدا. انا يعني انا بالنسبه لي فينيو طبعا هو يعني ناس كتير ما تعرفوش او ناس مصريين كتير ما تعرفوش عشان هو مش بيبان كتير مش في الصوره او كده, بس هو فينيو هو قبل ما يبقى مدرب حراس مرمى منتخب مصر هو اسطوره من اساطير كره اليد العالميه. مرمى طبعا يعني خد اولمبيات وخد كاس عالم واسطوره من اساطير كرواتيا, ويعني اللي هو الناس يعني بيشوفوا معاه ان هو شخص عادي كده. لا طبعا الناس مش بجد. احنا مثلا واحنا في كاس عالم الناس بتشوفه في الاوتيل مثلا في الملعب الناس بيجروا عليه يا جماعه ده اسطوره يعني. طورنا طورنا جدا. انا على المستوى الشخصي طورني فكريا اكتر من فنيا. طبعا طورني فنيا جدا, بس لا هو بيطور فكريا جدا وثقافيا, وان انت عايز منك حاجه معينه عشان تعرف تأدي في الجون. طب يعني لو حكيت لي موقف مثلا مع فينيو فعلا تحس ان هو لا ده علمني حاجه انا ما كنتش متعلمها قبل كده مثلا في الهاندبول او كفكره عامه يعني. هو علمني حاجه فكريا اكتر من فنيا. طبعا علمني جدا فنيا وكل حاجه, بس هو مثلا كان يقول لنا او كان يقول لي انا شخصيا يعني انا زي ما بقول لك يعني كل ماتش مثلا العبه كويس بخرج مبسوط وطبيعي فينا كلنا, او ماتش مثلا لو لعبته وحش بخرج متضايق متنشن كده. لا هو كان دايما بقى يجي مثلا يقول لي ايه, يقول لي يعني خليك سعيد عشان تعرف تلعب احسن من ان انت يعني خلي السعاده هي اللي تخليك تلعب حلو, مش اللعب الحلو هو اللي يخليك سعيد. ففي كلام كده انا بالنسبه لي انا مش فاهمه. يجي مثلا يقول ده كان بالنسبه لي حاجه بوينت انا ما كنتش باخد بالي منها. واحنا مثلا بنعمل اناليسز على نفسنا, على نفسي انا مثلا وانا بقف في الجون بعد الماتش انا بعمل اناليسز على نفسي. يقول لي مثلا انت كنت في الكوره دي تنشن. طب احنا مش فاهمين يعني ايه اللي انت بتقوله ده. يعني مثلا يقول لا انت عندك مثلا من 5 ل 10 تبقى متنشن, لو كنت 5 هتبقى عامل كده زي الزومبي كده, لو كنت 10 هتبقى عامل زي الخشبه فمش هتعرف تصد. فحاول تلاقي لنفسك الحته اللي انت بتعرف تبقى كويس فيها. طب ده هيبقى ازاي؟ يقول لك لا هي دي بقى خبره. لا هو فهمني يعني ايه, فهمني يعني ايه اقف في الجون. فهمني مثلا انا واقف في الجون الكره داخل الجون ليه, داخل الجون كان المفروض اعمل ايه. حط لنا مدرسه. طبعا لا انا الراجل ده صراحه كان ليه فضل كبير جدا عليا, وعمري في حياتي ما هقلل من الفضل ده او القدر اللي هو وصل لي ليه. يعني مين اللي حدد مين اللي يلعب في كل ماتش؟ يعني باروند هو اللي يقول مثلا النهارده الطيار هو الانسب ان هو يبدا الجيم. انا عارف طبعا بيحصل روتيشن كتير قوي في الهاندبول, لكن اللي يحدد الحارس المناسب في كل توقيت, هل فينيو بيتدخل في ده ولا الامر كله بيرجع لباروندو؟ طبعا لا الامر طبعا بيبقى في ايد فينيو وباروندو الاثنين. طبعا في بس مين اللي القرار الفاصل بقى يعني اللي يقول ده يلعب او ما يلعبش؟ لا دي بتهيألي ما اعرفش. لا لا ما اعرفش. بس احنا على طول مثلا بنعمل فيديو, احنا اغلبيه وقتنا انا وكريم مع فينيو, فهو اللي بيقول مين اللي يبدا. بس انا عايز اقول لك على حاجه في حته البدايه والنهايه دي, هي العمليه كلها بالاصلح للمنتخب. يعني ايه مثلا؟ يعني انا اخد اقصى استفاده من كل حد في المنتخب عشان في الاخر خالص يصب في الصالح العام. ممكن يبقى عندي جونين كويسين جدا, ممكن يبقى عندي 3 جون كويسين جدا فاخد منهم جونين. الجونين دول مثلا الاثنين كويسين, الاثنين يقدروا يبداوا, الاثنين يقدروا يعملوا كل حاجه. طب ماشي, انا على اساس ايه هقول ده يبدا وده ما يبداش؟ مثلا انا هخلي اكس مثلا يبدا فعشان هو بيعرف يبدا, وهخلي واي مثلا ما يبداش عشان هو لما بيبدا ما بيبقاش كويس, بالعكس لما بينزل من على البنش بيبقى كويس. فطبعا انا بقول لك من وجهه نظري, انا ما اتكلمتش معاه في حاجه زي دي خالص, ولا انا ما اعرفش طبعا كريم, بس بيتهيألي ان كريم برده عمره في حياته ما بيتكلم في حاجه زي دي. ده بجد عشان دي الروح اللي ما بيننا. بالعكس اللي بيلعب هو ده ماتشك خلاص, انت مش هتطلع وانا في ظهرك على طول. كريم كان بيقول لي كده, بيقول لي اقف بس واعمل اوحش حاجه وما تقلقش انا في ظهرك هلم وراك. فيعني بتهيألي احنا يعني عمرنا احنا الاثنين ما اتكلمنا في حاجه زي دي, مين يبدا ومين ما يبداش والكلام ده. لا يعني انا بقول لك وجهه نظر, انا شايف ان انت بتحاول تستغل نقطه قوه كل واحد في المصلحه العامه بتوقيت معين حسب اللي يفيد المنتخب ككل. بالظبط في المصلحه العامه مش اللي يفيد شخص. انا ممكن افادتي مثلا ان انا ابدا الماتش, بس افادت المنتخب ان انا ما ابداش الماتش, بس ده اللي يفيد المدرب بقى. شوف ان المدرسه الاسبانيه الممثله في باروندو وقبليه ديفيد ديفيز افادت المنتخب يعني لايقه على اللعيب المصري. الفكر الاسباني مناسب للعيب المصري. بص اللعيب المصري
كمنتاليتي وككواليتي يعني خلينا نقول ككواليتي اللعيب المصري لو اتحط في اي سيستم هيبقى احسن من اي لعيب اوروبي بجد. يعني اللعيب المصري احنا اتحطينا مع ايام ديفيد كنا اتحطينا في السيستم مثلا 6 شهور ولا حاجه، 6 شهور اقل من 6 شهور كمان، رحنا خدنا 8 عالم بنتائج كويسه. مع باروندو اتنقلنا في حته ثانيه خالص خالص. البني ادم المصري او طبيعه الانسان المصري هو كده، بيتحط في اي سيستم بيبقى احسن من اي حاجه. عشان كده انا بقول لك احنا في المجموعه اللي موجوده دلوقتي حالا في منتخب مصر بتضم ناس كتير جدا بجد تلعب في الدوريات الاوروبيه مرتاحه جدا. لما بتشوف الشامبيونز ليج او حتى اليوروبا ليج في الوقت الحالي بيتم اذاعتهم في قنوات اون تايم سبورتس، ما بتشوف الفرق اللي ما بيننا وما بينهم؟ يعني بحس ان الجاب كبيره قوي. ازاي احنا لسه برضه بنزاحم المنتخبات الاوروبيه رغم الفرق الكبير قوي بين الدوري المحلي والدوريات الاوروبيه ككل؟ لا احنا بالنسبه للمنتخبات الاوروبيه منتخب دمه تقيل جدا. كواليتي اللعيبه، انت عندك لعيبه كواليتي عاليه جدا زي ما بقول لك، انت عندك ناس كتير جدا في المنتخب هنا. لا هي تروح تلعب يعني تروح تلعب شامبيونز ليج عادي جدا، دوري ابطال اوروبا عادي جدا، او تروح تلعب اي اتش اف عادي جدا، بالعكس هتروح وهتبقى احسن من ناس كتير جدا هناك. ازاي بنزاحمهم؟ ده الطبيعي. مثال ان ده لا اللعيب المصري، اللعيب المصري عنده ككواليتي لعيب لا هو حاجه كبيره ما شاء الله. سند مكسر الدنيا في فرنسا ما شاء الله، دودو مكسر الدنيا في فرنسا ما شاء الله، يحيى خالد مكسر الدنيا من احسن باكات رايت في العالم، في العالم كله ما شاء الله مكسر الدنيا. هو ده اللعيب المصري، هياخد الفرصه هيمسك فيها خلاص الموضوع انتهى. ده بجد حتى باين في الدنمارك، انت بتلعب قدام هانسن ولندن واسامي عالميه اساطير عالميه في الـ في الـ في الهاندبول، وبتروح بتنافس راس براس. يعني الكلام مش صعب خالص علينا. حظوظنا في طوكيو شايفها ازاي بشكل واقعي في ظل برنامج الاستعداد، ظروف فيروس كورونا، الماتشات الوديه اللي انتوا لعبتوها، شايف ممكن نعمل حاجه ممكن نكسب ميداليه؟ حظوظنا في طوكيو، حظوظنا في طوكيو مش عايز اقول حظوظ، بس عايز اقول ان احنا المنتخب بدا خطواته اتجاه يعني التحضيريه لطوكيو. هنبذل اقصى جهد عندنا ان احنا نقدر ان احنا نبقى على قد الطموح اللي احنا وصلنا للشعب وان احنا وصلنا لنفسنا كمان. حظوظنا ازاي؟ هناخد الموضوع خطوه بالظبط. هدفنا الاول ان احنا نعدي من المجموعه نطلع للكوارتر، وربنا يسهل بقى نشوف الكوارتر هيودينا فين ان شاء الله. البطوله الاغلى في مسيرتك، يعني اللي بتحس ان هي بالنسبه لك كانت فيها ظروف صعبه جدا، انت كان ليك دور كبير قوي في الفوز بيها سواء مع النادي الاهلي او المنتخب الوطني؟ مع النادي الاهلي. انا بالنسبه لي البطوله الاغلى ليا في المنتخب كانت المانيا، كانت الدنمارك، عشان انا بالنسبه لي دي كانت اول بطوله عالم ليا. اول انك تطلع تامن يعني، اللي احنا طلعنا فيها تامن. انا دي كان اول كاس عالم ليا في الدنيا، كان اول ظهور ليا مع المنتخب، والحمد لله لعبت بشكل كويس جدا واديت، فدي كانت بالنسبه لي نقطه تحول في حياتي. بالنسبه بقى اهم حاجه ليا في النادي، يعني انا خدت بطولتين في النادي، كان دوري 2018 والحمد لله كان ليا دوري 2018 الحمد لله كان ليا دور كبير جدا، وكاس السنه دي كان انا كنت حاسس ان انا محتاج ان انا اعتقد ماتش الكاس انت عملت ماتش الحمد لله عقاري. الدنيا الحمد لله كانت كويسه جدا. انا بالنسبه لي دي بطوله غاليه جدا عليا عشان حاجات كتير، يعني كان اهمها ان انا لسه كنت راجع من كورونا، وكان في كنت لسه راجع من كورونا وكان في صعوبات كتير جدا، وكنت خاسس جدا 10 كيلو في الكورونا، وقعدت ما لحقتش حتى اتمرن، يا دوب اتمرنت 3 4 ايام، كنت بتمرن الصبح وبالليل عشان اقدر ان انا ارفع رجلي واقدر العب ماتش الكاس. ده كان حاجه مهمه جدا، وانا عايز ان انا كان نفسي ان انا اعمل حاجه حلوه، يعني اعمل حاجه جامده للنادي بتاعي. انا راجل حفظك لطريق التسديد سواء بقى احمد الاحمر او اكرم يسري او حتى يحيى الدرع خلال رميات الجزاء في نهائي الكاس، خلى الموضوع بالنسبه لك اسهل شويه، اداك افضليه؟ احنا بنتمرن مع بعض اغلبيه السنه طبعا، انا حافظهم وهم حافظني. العمليه يعني طبعا هي توفيق من عند ربنا، وفي نفس الوقت نصيب، يعني ما شاء الله لعيبه كبيره جدا، فريق الزمالك بقى فريق كبير جدا، وفريق الاهلي فريق كبير جدا. كان في منافسه على مدار الموسم كامل ما بين الاهلي والزمالك. الزمالك خد الدوري، خسرنا فرق جون، والاهلي خد الكاس. بس
خايف من الطموحات اللي عند الجماهير بشكل كبير قوي بعد كاس العالم؟ حاسس ان هي حاطه لود او حاطه ضغط عليكم في الاولمبياد، ولا بالعكس مدياكوا دفعه؟ مديانا دفعه وفي نفس الوقت حاطه علينا لود الاثنين. بس عايز اقول لك ان احنا من جوانا احنا يعني رفعنا سقف طموحنا احنا، فاحنا عايزين نوصل لحاجه، احنا عايزين نعمل حاجه. فعشان كده لا، مش بالعكس، مش حاسس ان هو لود، لا بالعكس حاسس ان الناس كلها مستنيه تشوف منتخب مصر تاني، ودي حاجه بسطون يعني. طاهر بشكرك، وان شاء الله يعني احنا مستنيين منكم كتير قوي في الاولمبياد. ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق. شكرا ليك. شكرا. اذا مشاهدينا، ده كان لقاءنا مع محمد عصام الطاهر، نجم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي، واكيد هنلتقي في لقاءات خاصه قادمه. الى اللقاء.